فقر الدم أحد الحالات الطبية التي يسببها عدم وجود كمية كافية من خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى الأنسجة. تتنوع أعراض فقر الدم تبعاً للمسبب، يمكن أن تشمل التعب، شحوب البشرة، خفقان قلب سريع وغير منتظم، ضيق التنفس، آلام في الصدر، الدوخة، تغيرات في الحالة الإدراكية مثل الصعوبة في التركيز وعدم الهدوء والعصبية، برود اليدين والقدمين، الصداع، احتشاء عضلة القلب، غثيان، فقدان الشهية، انخفاض وظائف جهاز المناعة. ما الأمور التي تزيد من خطر الإصابة بفقر الدم؟ ولكن قبل أن نكمل، يرجى إيصال الفيديو ل10,000 لايك. أولاً، سوء التغذية. في معظم الأحيان لا يحتوي النظام الغذائي على كميات كافية من الحديد والفيتامينات الأخرى مثل حمض الفوليك. ثانياً، أمراض واضطرابات في الأمعاء. قد تؤثر بعض اضطرابات الأمعاء على امتصاص الغذاء والفيتامينات، ما قد يسبب نقص فيها وبالتالي الإصابة بفقر الدم. ثالثاً، الدورة الشهرية، وذلك لأن المرأة تفقد كميات من الدم خلال فترة الحيض. رابعاً، الحمل، لحاجة الجنين إلى كميات من الحديد والهيموغلوبين لنموه وتطوره. خامساً، عوامل وراثية. ينتقل فقر الدم بشكل وراثي في بعض الأحيان، وذلك إذا كان أحد أفراد العائلة مصاب بأحد أنواع فقر الدم التي تنتقل بالوراثة. لننتقل إلى علاج فقر الدم. أولاً، فيتامين سي. نظراً لأن فقر الدم من المحتمل أن يضعف جهاز المناعة لديك، فأنت بحاجة إلى كمية كافية من فيتامين سي، لأنه يساعدك في تحصينك من الداخل وفي نفس الوقت يزيد من امتصاص الحديد. ثانياً، تناول البرتقال أو الطماطم أو عصير الليمون بشكل يومي. ثالثاً، زبادي بالكركم. تناول كوب من الزبادي مرتين في اليوم، صباحاً وبعد الظهر، مع ملعقة صغيرة من الكركم. رابعاً، الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرفس والبروكولي مصدراً جيداً للحديد. ومع ذلك، تأكد من طهي السبانخ، لأن الأوراق الخام تحتوي على حمض الأكساليك الذي قد يمنع امتصاص الحديد في الجسم. خامساً، شرب العصائر كعصير الشمندر الطازج أو عصير الرمان، حيث يساعدان على رفع قوة الدم وتنقيته بشكل صحيح. سادساً، مياه نحاسية. تعتبر المياه النحاسية صحية للغاية، وينصح العديد من خبراء الصحة أيضاً بشرب المياه المخزنة في وعاء نحاسي طوال الليل كل صباح، وذلك لأن النحاس يساعد في تكوين الخلايا وامتصاص الحديد بالجسم، وبالتالي قد يساعد شرب الماء النحاسي في منع فقر الدم.